السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التعبير في اللوحات، وهنا بنعبر عن واحة في الصحراء بها مجموعة من النخيل زي ما احنا شايفين هنا كده. بنستخدم فيها ألوان الإكريليك مع اللوحات اللي على لوحات الكنفس. احنا شايفين لوحات الكنفس هي لوحات قماشية، بنشوفها مع بعض ونشوف طريقة استخدامها والأدوات اللي استخدمناها في رسم هذه اللوحة. في المنظر اللي احنا هنرسمه هذا هنستخدم فيه الادوات هذه، قطعة اسفنج، عندنا ايضا صحن الالوان، وفي طبعا الالوان اللي هي في احمر واصفر واخضر واسود وبني وابيض وازرق، عندنا ايضا الفرش بمقاسات مختلفة، وشفنا استخدامات الفرش في الفيديو السابق. كل هذه الفرش عندنا اللوحة الكنفس أو القماشية اللي هي أمامنا هذه. هنبدأ أول شيء بالسماء، شوف الألوان في الخلف الأول وبعد كده بنبدأ نلون. أنا هنا عندي السماء أهي، لونها المفروض إنها أزرق فاتح، فباخد سنة أزرق صغير قليل وآخد الباقي من اللون الأبيض، شايفين؟ وهبدأ أوزع اللون عندي بالطريقة هذه. عايز أخلي من فوق أزرق شوية كمان، أبدأ أضيف لها الأزرق بالطريقة اللي احنا شايفينها أمامنا. انا كده انتهيت من وضع اللون الازرق في السماء، عمل تخطيط بسيط كده للشكل اللي عندنا، انا ما تحتاج يعني، لكن انا اعمل لها تخطيط ايضا او مكان رصاص. هذه الالوان اللي احنا هنلونها لون الاصفر، ممكن الالوان ندمجها مع بعض على اي شيء، مثلا هنا عشان اعمل لون الصحراء هذا، فباجي واخد من الابيض مع الاصفر وجزء من الاحمر اهو، وهبدا ادمجهم مع بعض. الطريقة احنا شايفينها أمامنا، هبدأ ألون كل المكان بلون واحد، وبعد كده هعمل الظلال. أنا كده انتهيت من اللون الكامل للرمال، عايز أعمل لها بعض الظلال على نفس الورقة هنا اهي، وابدأ اعمل ادمج الالوان مع بعضها. هاخد جزء من اللون الابيض، اللون الابيض هذا يعتبر اساسي معي في معظم الالوان، وجزء صغير شايفين اسود، عشان الاسود يكون قد ايه قليل جدا من الاسود. شايفين اللون صار كده، نغمق شوية كمان، بنحاضر واحنا بنستخدم اللون الاسود هذا. هبدأ الون اعمل الظلال. انا هنا عندي شايفين هذه، طلع كده وهنا،
هنستخدم فرش اقل شوي في عمل النخيل. اللون البني نحن نستخدمه هنا. وهبدأ اعمل الجذع النخلة. النخلة وقفة هنا كده اهو. الى واحدة اخرى هنا. هنا ايضا واحدة صغيرة هنا. نبدأ هنا أعمل النخيل اللي هو هذا الأمامي هذا. في كل فرشاة لها استخدام، هذه بنستخدمها في التفاصيل الصغيرة.
وبكده نكون انتهينا من عمل اللوحة اللي أمامنا هذه بالشكل اللي احنا شفناه. ربنا نكون استفدنا من هذا الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.